الفيديو الثالث من سلسلة مونتسوري وطفلك بعنوان كيف يمكنك مساعدة طفلك؟ عاملي طفلك باحترام وبمراعاة لمشاعره. لازم تسمعي لطفلك وباهتمام لما بده يخبرك بشي، وانزلي لمستواه وانت عم تحكي معه لحتى يكون في تواصل بصري بينك وبينه. حاولي انه تفهمي افكار ومشاعر طفلك وتضعيها في عين الاعتبار في حياة عائلتك، وتذكري انه الاشياء التافهة بنظرك ممكن تكون جدا مهمة بالنسبة لطفلك. كوني أكثر مرونة في علاقتك مع طفلك. بنمو الطفل الصغير وبتغير بسرعة، وبحتاج طفلك لعلاقة مرنة مع والده، لهذا من الضروري تعديل القواعد والإرشادات لكي تلائم متطلبات نموه وتغيره. امنحي طفلك نظام ثابت واتركي له مساحة من الحرية. بيحتاج طفلك للأمن والإرشاد اللي بيمنحه النظام الثابت، ويجب أن يعلم طفلك القواعد في حياته، وعندما تكون القواعد قد وضعت بدقة رح يتقبلها الطفل بدون صعوبات. إذا كان الطفل غير سعيد بهاي القواعد أو القواعد ما ناسبت وضعه، يجب على الوالدان تغييرها ومناقشة هذا التغيير مع الطفل. ضعي في اعتبارك إحساس طفلك البطيء للوقت. لما تكوني موجودة بجانب طفلك حاولي تجعلي تحركاتك بطيئة وما تستعجلي طفلك، وحاولي خبريه عن خططك القادمة مثل ذهابكم في مشوار. خبري الطفل بذلك قبل بوقت جيد لحتى يجهز الطفل نفسه للخروج، وامنحي طفلك وقت كافي ليكمل نشاطه اللي بدأ فيه. وحتى لو كان هذا النشاط صعب على الطفل أو مرهق له، بإمكانك مساعدته، ولكن لا تكملي النشاط عوضا عنه. لا تفعلي أي شيء لطفلك بإمكانه هو القيام به بنفسه. ضعي طفلك يقوم بالمهام التي يمكنه فعلها بنفسه. علميه أن يأكل لوحده ويرتدي ملابسه ويقوم ببعض الأعمال البسيطة مثل ترتيب ألعابه وسقاية النباتات. وأعرضي عليه كل نشاط بطريقة بسيطة وبطيئة وبكلمات جدا قليلة. وإذا كان طفلك مش جاهز للنشاط، بإمكانك عرضه في وقت لاحق. ادعمي طفلك ليكون لديه حرية الاختيار. إن الآباء اللي بيمنحوا أطفالهم حرية الاختيار بيحترموا أيضا شخصية أطفالهم واحتياجهم للحرية. مثلا اسألي طفلك إذا بيحب يلعب مع صديقه أو يزور الحديقة، إذا بيحب يلبس قميصه الأزرق أو الأحمر. اجعلي طفلك يختار ما يناسبه. امنحي طفلك فرصا عديدة للنجاح. لأنك بتعرفي طفلك جيدا، فبإمكانك إخباره بما يستطيع فعله وما لا يستطيع فعله. قدم له الأنشطة اللي بيقدر يعملها دون صعوبة أو أخطاء كتيرة، وساعديه بأنه تعرض له ذلك بشكل بسيط ودقيق وبطيء، ودعيه يجرب بنفسه. امدحي طفلك على نجاحاته وتجاهلي الكلام عن فشله. حاولي أنك تكوني إيجابية في تعاملك مع طفلك. ابحثي عن الكلمات البسيطة والإيجابية أثناء حديثك مع طفلك، وتجنبي استخدام كلمات مثل ما بتقدر، ما بيصير، هاد خطأ. الكلمات السلبية بتجعل الطفل يحس بعدم الرضا عن نفسه، والتعبيرات الإيجابية بتساعد الطفل على أنه يشعر بأنه شخص ناجح ومستقل. استخدمي لغة دقيقة ومحددة عندما تتحدثين مع طفلك. تقدر تساعد طفلك في التعبير عن ذاته باستخدامك لكلمات دقيقة. الطفل بتعلم كلمات جديدة باستمرار، وبوسع من مفرداته اللغوية وقدراته على التواصل. ساعدي طفلك ليتعلم أسماء الأشياء باستخدام هذه الأسماء دائما في حديثك. دعي طفلك يستخدم أشياء واقعية. بفضل طفلك التعامل مع الأشياء اللي بيستخدمها الكبار، مثل أدوات المطبخ، المكنسة، الملاعق وغيرهم. دعي طفلك يستخدم هاي الأدوات ويساعد في الأعمال المنزلية البسيطة. سوف يشعر طفلك بالإنجاز وكأنه أدى عمل له قيمة. فكري في نفسك كنموذج يقتدي به الطفل، يقلده ويتعلم منه. يقضي الطفل الكثير من الوقت بوجودك ويتعلم من مشاهدته لك وتقليدك. إذا أردت أن يكون طفلك محب، أمين، منظم ولطيف، فمن الأفضل أن تكوني أنت قدوته. وأخيرا، امنحي طفلك الفرص ليكون مع أطفال آخرين. بيحتاج طفلك وبيستمتع بوجوده مع أطفال آخرين، سواء كانوا بنفس عمره أو من أعمار مختلفة. قبل سن الثالثة الطفل ما بيتواصل مع الأطفال بشكل مباشر، ومع ذلك فإن قضاء الأطفال الوقت مع الآخرين
بساعد الطفل على الاستمتاع بمشاركة الآخرين له، وبعد سن الثالثة بيساعده تواصله مع الآخرين في نمو ذهني وتطوره الاجتماعي.